السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا وين نعاودوا نتكلموا عن المنتخب الوطني. يعني انتوما كنتوا باغيين هذوك كاين شي عمل واحد يقول لك ترك تهضر على المغرب وعلى تونس وعلى السعوديه وعلى هذا، لك هضر على المنتخب الوطني. المنتخب الوطني انا ماشي باغي نهضروا، هاربين من الهم. تأمنوني باللي هارب من الهم. ها المنتخب الوطني اش راه فيه؟ يا يوري لك لونتريناري جونغلي يا يوري لك التصاوير. شحال باغيني نهضر شنو راه كاين؟ والمعلومات اللي راهم يجوا من عند هذاك فوت 22، ماشي راه يكتب عنده في الباجا، راه في التليفون. هاش ترى صاري لصحابو، وكاين صحابو اللي خرجوا الهضره هذه هي، باش يكون على بالكم. انا بي انا من يخرج هذاك المكلف بالاعلام ويتربع فوق الكعبه ومن امنه لي يتربع الكعبه الشريفه يتربع فوقها، يروح للقنت اللي قعد فيه بلال المبشر بالجنه، الصحابي الجليل مبشر بالجنه والله العظيم، ويروح هذاك القنت ويهدر ويخاطب ومن امنك شي، باش يكون على بالك. انا يعني باقي 10 ايام الكوب دي موند، قلت لنا الفيفا مازال ما ردتش. تاش امنتك انا في ديك الضربه بي واو صنعت اعلام، قلت انا نروح رايح ريزيرفيت، كي انت هدرت انا روحت ريزيرفيت روحت القطر، قعدت القارعة الجو، قلت انا نسبكم نروح نقعد في ماك القارعة لكم الجو والله العظيم. تاليا ايطو ختمها بكف، هذوك الهيشر هذوك من واحد من البراك ختمها بكف، ضرب واحد بكف، ضربكم بكف، هاي ديكا زي هاي قاع واو لله. وين القي نبيل جليط قنبله اعلاميه عبر شكوك والتي اثرها حول ظروف اصابه امين قويل، حيث سلط الصحافي الفرنسي ذو الاصول الجزائريه الضوء على اللغز الذي يحيط بمشاركة اللاعب في آخر مباراة في الدور الفرنسي وزيارته لمكة المكرمة وحتى مشاركته في الإعلان التجاري قبل أن ينسحب في اللحظة الحاسمة قبل مغادرة الفريق إلى كأس أمم إفريقيا. لقد كتب نبيل جليط على تويتر وبخصوص انسحاب غويري، احنا رانا هادرين غير أنا تما نجيب لكم إعلامي، احنا دائما نفضلوا واحد يكون إعلامي قدامنا، نقولش أنا ما نقولوش انا عمرنا لا نقولو انا هذيك خليها لروحك، كاين شي معلومات تعطيهم لصحابك، اش كاين وتخليهم. قال لك حفنه تاع نحل خير مشواري تاع ذبان، انا كاين احبابي جماعتي نرسلهم دي ميساج، اش كاين نقول لهم غادي تخرج قرع غدوه قرع بغد قرع وتخرج احبابي هذا مكان. لقد كتب نبيل جليط على تويتر بخصوص انسحاب غويري، هناك امور لا افهمها، يلعب يعني وين غويري لعب اخر مباراه في الدور يعني الفرنسي يزور مكه المكرمه حتى يشارك في اعلان وفي اللحظه المغادره يكون خارج الفريق، هل تاخر في اختيار يعني المدرب على امل ان يتجاوز الالام والتي يشعر بها؟ للاسف انها خساره حقيقيه. قبل اقل من اسبوعين من انطلاق كاس امم افريقيا 2023 مؤجلة ل 2024، وان تخسر الجزائر احد مهاجميها الرئيسيين، فقد اعلن الاتحاد الجزائري انسحاب امين غويل بسبب الاصابه، وقد اتخذ قرار بالتشاور مع الجهاز الطبي، والنتيجة لذلك تتصاعد تكهنات حول إصابة غويل مع شكوك مثيرة من قبل الصحافة حول توقيت وكشف عن إصابته والسؤال الحيوي هو إذا كان اللاعب قد تأخر في إبلاغ المدرب على أمل أن يتجاوز الآلام. وإن بشكل عام يمثل انسحاب أمين غويل ضربة قاسية للهجوم منتخب الجزائر والذي يعاني بالفعل من مشاكل في الفاعلية، وفي حين يمثل سليماني وبنجاح خبرة، كان غويري يعتبر مستقبل وفقدانه يخلق تحدي إضافي للفريق الوطني للمنتخب الوطني. يعني والناس هذو نقولوا بلي غويري ماشي إصابة، صحيح ماشي إصابة،
ما شيء يصعب هذا، كيما بغيتو ديروا لا ديروا، انا المهم شيء يصعب. واش نعرف ما هيش اصابه؟ لا والله ما هي اصابه كاع. ايوا ما هيش اصابه، ما هيش اصابه. ما ودي على شو بير عيط الزغمة. ما ودي ليش هاد علي خويا. الله يسهل. لا الله يسهل عليه. هادي تقول لي منو المليا ما يا اخويا. نعرف 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 بزاف صوالح. ما تكتبش عندي انا تقول لي تقول لي لا تا لا تا راجل متشكي يا ودي. معاكم انتوما الراجل، انتوما معاكم الراجل. نقول لكم شكون الراجل عندكم؟ الراجل اللي يكذب عليكم، الراجل اللي يكذب عليكم. كيما خرج لك بوطمين، خرج البارح مع قاده في الشروق. عادي على الشيطان يا سي بوطمين، انا على الشيطان، انا على الشيطان يا سي بوطمين. ريح يا بوطمين ريح. انا نقولها لك راك انسان، نعرفوك انسان، كنت محترم وانسان منا وانسان. ريح في بلاصتك، ريح 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 ريح. من كان لا تهدر غير ريح. واش هدرت يعني تتحاسب عليها امام الله. خطيك كيما نهار كيما نهار اخر من عيطو كيما انت عيطو قال لك اهدر. كيما الضربه تاع الماتش تعاود، تا قلنا الماتش تعاود. باش كنت قلنا الماتش تعاود بطمين؟ باش كنت قلنا الماتش تعاود؟ كنت تقولنا الماتش يتعاود بطمين اللي راك في قطر. كنت تقولنا الماتش يتعاود، الماتش يتعاود. لا تضرك ما كانش على بالهم. صح مثال خلونا نهضروا هضره شابه كاع. ما كانش على المدرب، ما كاش على بالو، والاداره ما كاش مخبرين المدرب باللي عموره ما غاديش يلعب برومي ماتش. كلش مخطط حبس اي نقطه ورجعوا للصدر. كلش مخطط يريحو، كان كلش مخطط. انا نقول لكم انا باغي نزيدو نتغمقوا في الامور. كان كلش مخطط يريحو ريحو 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 ريحو. انا نقول لكم باش يكون على بالكم بيري كان كلش مبلع. انا على بالكم بلي اللاعب راه سيسبون، اللاعب غادي يكون سيسبوندي، وكان على بالكم كلش. واو لله على بالكم بلي اللاعب سيسبوندي. عاجبني الناس اللي تاكل من وذنيا ولا شويه ريح. وهذه هي بلاصتو. عاجبني سهله، عمرها تكون سهله.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد خوتي.